اخرى برزوق لم كنظن انه يستحق الدار. اذا الركنيه لفريق والهدف هدف لفريق الرجاء البيضاوي. اذا هدف لفريق الرجاء البيضاوي ياتي في هذه اللحظه. اذا الهدف كما سنشاهد صحيح عقال ينفذ، نشاهد كيف ان الكره عادت وكره ضائعه كترجع مره اخرى عن فريق الجيش الملكي. محاوله خطيره لفريق الجيش الملكي، محاوله ودائما محاوله. كنظن انه اللاعب تردد المهدي النغمي كثير وفي نهايه المطاف في نهايه المطاف يسجل الهدف. انه التوسيط خلف مشدات كلابيه مع الطاقم الاداري ديال فريق الرجاء باش فرح عبر عن الفرحه ديالو، ربما كانت زائده على الفرحه العاديه. اخرى لفريق الجيش الملكي، هجوم عند اللاعب الهاشمي، الهاشمي في اتجاه اللاعب عقال ما كاينش تسلل، دائما محاوله عند بابيدي وبان لابويتيس والهدف الثاني. الهدف الثاني خلال هذه المواجهه، الهدف الثاني الفعلي. اذا نشاهدوا انه مابيدي هو اللي كان لا. وراء اذا اللاعب مابيدي هو اللي كان المدافع هو اللي سجل الهدف. نشاهدوا المدافع ديال فريق الجيش الملكي، لانه من خلال الحركه ديال مويتيس كيتضح لي انه ماشي هو اللي سجل الهدف. فعلا فعلا فعلا.